بعض أبطال والآن حرب مع مصابين حرب الإرهاب يكرمون الرائد البطل أهالي الشهداء. تكريم أهالي الشهداء. حفظ الله مصر وطنا طيبا يحنو على أبنائه ومنارة عالية تشع بضياءها على العالمين. مصاب الجهاد من أبناء الدقهلية يتم تكريمه من اليوم 12 أكتوبر 2022. حفظ الله مصر وطنا طيبا يحنو على أبنائه ومنار عالية تشع بضياءها على العالمين. هذا أحد مصابي العمليات الإرهابية. قسما بالله اللي هيقربها لا أشيل من فوق وش البعض. وسيط كنت يظهر علي علي فلتتفضل الرحمة نصا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مبطل الشهيد علي الشاكي إبراهيم من عزبة الجرادة مركز الكمالية، وأنا اللي ضحيت بولدي للوطن عشان يحرس أرض الوطن اللي إحنا عايشين عليه في كل زمان وكل مكان من ايام جمال عبد الناصر. وعشت وكان نفسي اضحي بواحد واثنين وثلاث من يوم الحرب ما قامت من ايام جمال عبد الناصر. وضحيت بولدي، هم كانوا 12 ولد وبنت وراح منهم 6 والشهيد علي قعد معايا ولدين بس وثلاث بنات. ضحيت بعلي اللي جاب لي الدنيا كله وعوض اخواته وعوض الشباب اللي راح من الدنيا من ارض الوطن وغدر على الجبان الارهابي والاخوان وحافظ على ارواح مصر. ام الدنيا هي حياتي وهي دنيتني، وحافظوا عليها من كل حرام وكل جبان وكل خاين وجبان. مصر هي حياتي وانا عايشه عليها من يوم ايام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى معالي الوزير الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يقدمه المهندس أحمد رضا أمين تنظيم حزب حماة الوطن. حزب حماة الوطن يكرم السيد محافظ الدقهلية المحافظ الشاب أحمد بيه. أنت يلا باشمهندس من فضل. والحضور أبطال حرب أكتوبر، معظمهم شارك في حرب ونصر أكتوبر 73. أحمد بيه دعم مقدم من المهندس أحمد عيضة أمين تنظيم حزب حماية الوطن إلى
إلى اللواء أركان حرب أحمد العواضي. تكريم اللواء بسم الله. السلام عليكم.